ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرمش. الشلوف في الصف العاشر. دخل أستاذنا سعد لأول مرة إلى الصف في بداية العام الدراسي لنا نحن العواشر القادمين بكل كبرياء وأنفة إلى التحدي الجديد، المرحلة الجديدة الثانوية. تيررم، موسيقى الأخبار. شو بكون إيه بده موسيقى أخبار هي فوتة العاشر، لأنه المعلم بيكون طالع من مطب التاسع جديد وطعمة النجاح وشوفت الحال بالنجاح بين أسنانه لسه، بالإضافة إلى أنه على الصعيد الاجتماعي قد تطور من مرحلة الشلوف المراهق الراقي الخجول الانطوائي إلى مرحلة الشلوف الوقح الذي طق له كل عروق الحياة مع ظهور نتيجة نجاحه بالتاسع. من كثر ما قال له أبوه أنه إذا أخذ التاسع سينتقل إلى مرحلة الرجولة، لذلك ترى أبناء العاشر الصبيان كلهم مسترجلين وبنات العاشر كمان. حاكم تصنيف بنات العاشر من الزيغات المنتقلات حديثا من مرحلة المحير إلى مرحلة الخطبة والجواز والحب والغرام والهيام والمكاتيب من زمان والموبايل والنت حاليا. الموبايل للمسجات وطق لحناك بنصاص الليالي من تحت الحاف وبصوت هامس لا تكاد تسمع فيه الكلمات، وهات لحق له ولحق له وحدات. وعاشت شركة الموبايلات وحاكيني تلك الميزة التي تعني أن محبك في ضيق وعفوك واسع. ففي وصف بنات العاشر نجد أنهن مريحات قويات مجائرات، بل ويواجهن التلطيشات بالبهادل والتأنيبات بل وحتى المسخرات. فكما قلت لكم فهن جدا مريحات، بس الشباب يا لطيف ألطافك ما في أوقح من شباب العاشر، فلتانين متنمردين على البكالوريا والحادي عشر وشايفين حالهم على التواسع والتوامن، أما السوابع فمو شايفينهم بنو. والأنكى من ذلك أنه مرتاحين من الدراسة، لا لا هن بيعتبروا العاشر ولا شيء قدام التاسع، الشهادة البروفي. لكن ما الجماعة علماء زرة معهم بروفي، بيجي المعلم بيقول لهم يا جماعة العاشر تأسيس، ما بيردوا، نحن اللي أخذنا التاسع. افتح يا سمسم أبوابك نحن الأبطال. ستوب، هدي يا ابني، هلأ بلش شغلك، هلأ بلشت عوارض المستقبل تظهر على خلقتك. وأب حب الشباب هالوش يا شباب، أب غير شكل، وهاتي يا مراهم وهاتي يا كريمات وهاتي يا كريستيانو رونالدو، من وين بتجيب الدواء؟ هات كيف روحت الحبات، وهاتي يا مجلات طبيات اجتماعيات ثقافيات، وفردي لهم هالصفحات على حب الشباب وعلى حب الشباب نتحدث، وشكل يا مشكل وخبرني إذا غدرت فيك العلامات. ونجح التلطميس شحطا وقعد بالحادي عشر وقد نخل المرحلة. فالثانوي ليس ثانويا دائما يا أيها الشلوف العاشوري المحترم، لكن كان في علينا ضغط بالتاسع وكنا شبه معزولين كل واحد بغرفته للدراسة، وكنا مراقبين طيلة الوقت من قبل أمهاتنا المسلحات والمهددات بالقباقيب والشحاطات. كنا في قمة الكبت والضغط والإذلال، أفلا تسمح لنا بالفلتان ولو طيلة العام؟ أما وقد أخذنا الحديث فلقد نسينا أستاذي سعد، فإلى الغد يا سادة يا كرام، والضرب باليمين حرام حرام وأكبر حرام كما قال أستاذي سعد. هكذا حدثنا هردمش. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.